السلام عليكم، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. حبيت اليوم اسوي لكم طريقه عمل الباميه المجففه، بما انه انا ما مسويتها بالقناه فحبيت اسوي لكم اياها اليوم على طريقتي الخاصه. اتمنى تنال الاعجاب. المقادير والمكونات عندنا: لحم حسب اعداد العائله، يفضل لحم بعظم وياها شحم ليه، باميه مجففه حسب اعداد العائله، احنا 3 نفرات فانا راح اسوي قلاص من الباميه المجففه، ثوم حسب الرغبة أنا راح أخليه 3 سنون بس سنون كبار، والطماطة تقريبا كيلو وشوية. راح نبدأ وياكم طريقة العمل. أول شي راح نغسل اللحمة، طبعا اللحم أنا عندي بالمجمدة فطلعته، هسه راح أغسله وأخليه له مي اللي يكفيه سوا وأخليه على الطباخ إلى أن يستوي عندي وأرجع لكم. هنا خليت مي بالجدر بس بلش يحمى عندي قبل ما يغلي، راح اضيف البامية. اتركها بهالشكل هذا الى ان يغلي عندي وارجع لكم. هنا صارت تغلي عندي، نتركها تغلي غلوتين ثلاثة، نطفي النار ونصفي المي من عنده ونخلي له مي نظيف. راح ارجع اشوفكم الطريقة. هنا بعد ما خليناه له مي نظيف، صفينا المي القديم، حطينا له مي نظيف يكون دافي مو كلش حار ولا بارد. راح نضيف له شويه من قشور الليمون او برتقال اللي متوفر عندكم. راح نتركها بهالحاله الى ان تطبخ تستوي عندنا تجهز، يعني كانه احنا مطلعيها من المجمده. راح اشوفكم اياها ان شاء الله بعد ما تجهز عندي، واجهز عندي اللحم واحضر الطماطه والثوم وارجع لكم. بعد ما صارت عندي بهالشكل هذا البامية ربت وصارت تخبل، هسه راح نطفي عنها النار ونصفيها من المي الحار ونخليها على صفحة بين ما يجهز عندي اللحم. هسه من نضغطها تحسين بيها مستوية، هسه صارت عندي جاهزة. هنا تقريبا جاي ينشف اللحم، صار عندي بهالشكل هذا، راح احمسه حمسة خفيفة وارجع لكم. بعد ما صار عندي اللحم بهالشكل هذا نضيف البامية. نضيف الطماطة. بهالشكل هذا بعد ما كملنا عصر الطماطة وضفناها للبامية، راح نتركها على نار متوسطة إلى أن تجهز عندنا. طبعا إذا اللحمة مالتكم ما مخلين بها شحم أو يعني لية أو ما بيها دهنة، لازم تضيفون شوية زيت أو دهن حتى تحمسون بيه اللحمة. وإذا هي اللحمة دهينة مثل ما شفتم أني هسه عندي اللحمة دهينة، فما احتاجيتوا أبد لا زيت ولا دهن، من حمستوها طلع الدهن مثل ما تشوفون بالوجه. راح أتركها على نار متوسطة بين ما تطبخ وتجهز عندي وتتسبك ونرجع لكم. أنا بهاي المرحلة راح أضيف الملح، لأن عندي هنا اللحم مستوي تقريباً والبامية هي مستوية فما أدير بال. راح أضيفها هسه وأغطيها وأتركها إلى أن تجهز عندي، أشوفكم النتيجة بعد ما أسوي التمن وأجهز البامية. وهاي البامية بعد ما صارت بهالمرحلة هاي حبيت أضيف لها ملعقة أكل من معجون الفلفل، إذا عندكم حار أو قليل من الحار ينطيها طعم كلش طيب. وهاي حبايبي بعد ما جهزت عندي البامية وصارت بهالشكل هذا، شلون تعرفوها استوت؟ اول شي القرون واللحمة تكون مستوية، وبعدين يبدي يتجمع عندي مثل ما تشوفون الدهن هنا. وهذا شكلها. نروح وياكم الصحن التقديم.
بالشكل هذا كمل عندنا غدانا ان شاء الله. الف عافية علينا وعليكم، اتمنى عجبتكم الطريقة واتمنى تجربوها وتنطوني رأيكم بالتعليقات، والف صحة وهنا علينا وعليكم يا رب. قسم يحبوها ثريد، قسم يحبون تمن ومرق، فسوينا حسب الطلب. ابو عبد الله يحبها ثريد واني احبها تمن ومرق، فسوينا حسب الطلب. هاي هنا المقبلات، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني بلايك، مشاركة مع الأصدقاء، واللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد من قناة زينة المطبخ. أتمنى زيارة قناتي الثانية خياطة وأعمال يدوية مع زينة. دمتم في رعاية الله، وألتقي لكم في فيديو ثاني وأكلة ثانية إن شاء الله. مع ألف سلامة.